بشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام. لكن النادي الاهلي كمان اعتقد له راي. خلينا ناخد الست العميد محمد مرجان مدير التنفيذي النادي الاهلي. ست العميد مساء الفل على حضرتك. كابتن احمد ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا فندم. اولا ببارك لك على هذا المشهد الجميل اللي بدات عليه الرياضه المصريه ممثله في النادي الاهلي نادي القرن الافريقي والعربي في الشرق الاوسط الحقيقه. وهذا المشهد الرائع وهذا التكريم الجميل للرياضة المصرية ممثلا في النادي الأهلي الحقيقة في كمان رئيسه كابتن محمود الخطيب الحقيقة مظاهرة الحب الجميلة لمصر وللنادي الأهلي أعتقد كان لها أكثر من معنى النهاردة ست العميد. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني الجائزة دي النهاردة تمثل الرياضة المصرية كلها. نعم. النادي الأهلي فقط وفخر للمصريين كلهم. طبعا كابتن محمود الخطيب يعني الاسطوره الرياضيه والاخلاقيه وهو بيستلم النهارده كلنا كنا فخورين جدا جدا للمنظومه الرياضيه، وبنبارك ويا رب على طول تبقى مصر فيها انجازات ان شاء الله باذن الله الرياضيه باذن الله. لكن بالتاكيد ده بيحفزكم للقادم، يعني يا جايه بعد فوز الاهلي ببطوله افريقيا جايه بعد شكل جميل، لكن بيدي كمان مسؤوليه اكبر سواء على مجلس الاداره او على الفرق الرياضيه او منظومه الاهلي بالكامل. يا سياده العميد يا منظومه زي ما حضرتك عارف وحضرتك بعض انا كبير في المنظومه واحنا بنتعلم من منظومه الاهلي طول عمرها بتشتغل في هدوء، بتدور على ازاي تحصد بطولات، ازاي تبقى بترضي رغبه جماهيرها اللي طموح جماهيرها لا ينتهي، يعني طموح النادي الاهلي البطوله بتخلص بيقفل يقطع الصفحه عايز البطوله اللي بعديها على طول، فهو ده طموح النادي الاهلي على كل الالعاب وكل المستويات. اداره النادي الاهلي على مدار الاجيال اللي فاتت كلها كل طموحها وكل هدفها الهدوء عشان خاطر نحصد بطولات بمنتهى الهدوء، نحافظ على اخلاقنا، نحافظ على مبادئنا، ازاي نمثل الرياضه المصريه وازاي كل المصريين تفتخر بناديها، ونتمنى ان شاء الله باذن الله يكون في اكثر من نادي برضو زي النادي الاهلي. طبعا ده بيبقى عايز مجهود جدا، عايز شغل مؤسسي محترم، عايز منظومه تكون متكاتفه مع بعضيها عارفه مسؤولياتها، ومتهيألي احنا الحمد لله رب العالمين خلال الفترات اللي فاتت كلها اثبتنا ده، اللي كل واحد عارف دوره ايه والنادي الاهلي بيشتغل بشكل مؤسسي. عشان كده النهارده ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا في جائزه من يعني بالنسبه لنا فخر ومن اعظم برضو الجوائز اللي تنضم لتاريخ النادي الاهلي اللي استلمها النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره. يمكن بعد ما اخلص مع حضراتكم مع حضرتك في 50 ثانيه كده هنحاول نزاهم للكابتن محمود الخطيب، لانه التكريم كان لمصر زي ما انا قلت لحضرتك، ودايما يا رب كده اسم مصر يكون عالي. والكلمه اللي قالها الكابتن الخطيب كانت كلمه شديده الاحترام. طب ايه رايك تسمع معايا الكلمه ونكمل مع بعض يا ست العميد؟ ايه رايك؟ طيب سيادة العميدة أعتقد برضو الكلمة رغم أنها مجازة بتفكرني كمان بكلمة كابتن صالح سليم في 2001 في جنوب أفريقيا لما قال نلتقي إن شاء الله القرن القادم، ما قل ودل. دايما نبارك لكل ما هو مصري ونبارك لحضرتك سيادة العميد. يا رب إن شاء الله دايما يا رب. يا زي أجيال بتسلم بعض يا كابتن. أجيال بتسلم بعض ده صحيح. نعم. كابتن صالح سليم رحمة الله عليه استلم الجائزة في 2001 وكان معاه كابتن محمود الخطيب. النهارده كابتن محمود الخطيب بيستلم الجائزة في 2020 وقرن ال 21. يا رب هي أجيال بتسلم بعض وعمل على طول وجهد عشان نحقق طموحات جماهيرنا إن شاء الله. إن شاء الله. عايز أسألك هل بدأتوا التطوير في ملعب النادي الأهلي؟ كان في كلام إنه الإضاءة وأرضية الملعب هيتم تغييرها، هل ده بدأ ولا لسه يا فندم؟ إحنا شغالين فعلا بالفعل، والإضاءة بإذن الله بإذن الله خلال شهور في أمر إسناد خلاص لشركة بتغيير الإضاءة بتاعتها، والأرضية إحنا شغالين فيها بالفعل. لو أنت يعني حضرتك في أي وقت تروح تتفرج النهارده هتلاقي في تغيير جامد الحمد لله. يعني هتشتغلوا فيها واللعيبة بتتمرن ولا هتنقلوا مع مكان التمرين ولا؟ استغلينا الفترة اللي فاتت فترة السفر وعملنا يعني اتحركنا بشغل كويس في ارضيه الملعب الحمد لله رب العالمين. والكهرباء بقى هنبدا نشتغل فيها، لان الكهرباء دي محتاجه جهد جامد جدا، ولكن هتشتغل بمنظومه محترمه باذن الله مع الشركه اللي هي ركزت عليها الموضوع الاضافي. بالتاكيد حضرتك ليك تعقيب على ما حدث اليوم في مباريات كره السله؟ لا يعني بلاش انا اعقب بصراحه كابتن احمد، لان طبعا يعني الناس بتزعل، احنا في بطوله كاس العالم كلنا ملتزمين بيها، لكن كلامك اولادنا اهم، واتمنى لكل واحد يبقى عارف مسؤولياته. النهارده اليوم عدى على خير، متهيألي احنا من حقنا كل الناس تاخد نفس كده كويس قوي عشان خاطر مش مستعجلين، يعني الحمد لله رب العالمين. وفي نفس الوقت برضو احنا عايزين نطبق الاجراءات الاحترازيه ونحافظ على المنظومه بالكامل. تالي النهارده احنا لعبنا المباراه بتاعتنا، الفرقه ادت بشكل كويس، المرتبط ادى بشكل كويس، البنات ادت بشكل كويس، لكن لازم الناس تراجع نفسها والاتحاد يراجع نفسه كويس ويقف عند مسؤولياته. واحنا اولادنا هناك ما زالوا موجودين في اسماعيليه ومنتظرين قرار من الاتحاد يكون على قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الصديق العزيز العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. تعال نروح